ولنقاش غرق المدن والمحافظات في العراق مع الأمطار الأخيرة التي شهدتها مختلف المحافظات. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم. في ظل غرق العديد من المدن والمحافظات جراء هطول الأمطار في الساعات الأخيرة، برأيك من يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة الموسمية التي تتكرر سنويا؟ طبعا الحدث كان متوقع في بغداد وجميع المحافظات، خصوصا المحافظات الجنوبية، لما للبنية التحتية هناك من آثار. تقريبا أغلب البنى التحتية اللي موجودة في مدن ومحافظات جنوب العراق هي بنى تحتية متهالكة جراء عمليات الفساد وجراء عدم صيانتها دوريا. تقريبا للسنة 17 هذه المدن تغرق في كل عام من هذه من يعني في بسبب هذه الأمطار الغزيرة. الأمطار اليوم أغرقت مدن البصرة والناصرية وعدة محافظات أخرى، سقطت أعمدة كهرباء، انقطعت شوارع كثيرة، حوصر الناس، حوصر سكان المحافظات، وانقطعت بعض المناطق عن الأخرى. كيف انعكس غرق المدن والمرافق العامة على حياة المواطنين في ظل ردود فعل الحكومة البطيئة نسبيا؟ الحكومة كانت لها علم بأن البنى التحتية خصوصا ما يتعلق بالصرف الصحي مهددة بالغرق بمجرد مجيء فصل الشتاء، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا. عمليات الفساد وعمليات الغرق هذه تتحملها مجالس المحافظات الموجودة والمحافظين، لأنهم لم يعني يحاولوا صيانة هذه الشبكات المتهالكة التي تغرق كل عام. الناس هناك حوصروا وانقطعت الحركة بين العديد من الأحياء، سقطت أعمدة كهرباء، قطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق في الناصرية، في مركز مدينة الناصرية وفي البصرة. الناس يعني على وسائل التواصل الاجتماعي ناقمون جدا على الحكومات المحلية، وبدأوا يتذمرون من هذا الفعل ومن عدم ومن اللامبالاة وعدم صيانة البنى التحتية في مدنهم. نعم، في هذا السياق شاهدنا الكثير من المناشدات للمواطنين على مدى 17 عاما، نفس الظاهرة تتكرر، نفس النتائج تحصل ونفس المناشدات نسمعها ونشاهدها. كيف يفسر تعاطي الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وحتى اليوم مع موسم الشتاء وغرق المدن والمحافظات المتكرر بمياه الأمطار؟ غالبا الحكومات المحلية لا تستجيب لرؤساء المجالس. فمثلا أمين بغداد قال بالحرف الواحد للسيد مصطفى الكاظمي مؤخرا قبل استقالته بعدة أسابيع، قال للسيد الكاظمي بأن بغداد مهددة بالغرق والطوفان اللي استمرت على هذا الحال من سوء للخدمات وسوء لخدمات الصرف الصحي. يبدو أن السيد الكاظمي لم يستجب لأوامر وطلبات محافظ أو أمين بغداد أمين العاصمة، فبالتالي اضطر إلى الاستغاثة وخرج خارج البلاد. طبعا معظم المدن التي أغرقت أو جاءها طوفان وفيضان هي مدن ذات شبكة مجاري متهالكة، لم يعد إنشاؤها ولم تحاول الحكومة العراقية أن تصلحها أو أن تجدد هذه الشبكات، لأنها شبكات قديمة متهالكة وضعيفة نسبة بعدد سكان المدن التي تكبر يوما بعد يوم. نعم، نتحدث ربما في بعض المشاهد التي كنا نشاهدها قبل قليل عن غرق مستشفى الشفاء في البصرة الذي غرق
بالكامل وهو يعالج أو يتلقى فيه العلاج المصابون بفيروس كورونا. كيف تفسر مثل هذه الظاهرة وهذه الميزانيات التي تخصص للبنى التحتية في مختلف المحافظات، وربما نتحدث عن البصرة كمدينة نفطية؟ البصرة هي مدينة من أغنى مدن العالم لما تحتويه من بترول وكميات كبيرة من المعادن الأخرى. البصرة تعاني شأنها شأن كثير من المحافظات من انعدام الخدمات الذي كنا نقول عنه وكنا نذكره في كل تغطياتنا. طبعا الآن ومع زخات المطرة الأولى لهذا الشتاء تبين أن البصرة تعاني من كثير من الخدمات، حتى الخدمات الصحية. طبعا الردوة الوضعية في مستشفى البصرة العام أغرق تماما بالمياه، لأن هذه الردهة مكونة من سقوف حديدية وليست سقوف كما كونكريتية، سقوف حديدية مما أتاح للمياه الأمطار إلى الدخول والتسلل داخل الردهة، ربما أغلقت هذه الردهة لأن المياه دخلت إلى داخل الردهة وعطلت هذه الردهة. البصرة شأنها شأن المحافظات الأخرى، تعاني من الفساد، تعاني من نقص الخدمات، تعاني من التهميش لشبابها. طبعا الفاسد الحكومة عاجزة هناك عن معالجة هذه الظاهرة، ظاهرة نقص الخدمات وظاهرة الفساد التي تقوم بها الأحزاب هناك، الأحزاب المسيطرة على المدينة ومجلس محافظة المدينة. الأهالي متذمرون جدا، هذه من أمس إلى اليوم متذمرون جدا لما عانته المدينة ولما تمثله المدينة للاقتصاد العراقي. شكرا جزيلا لك صحفي عبد الله الفراجي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.